هو يوم في السنة يطلق عليه يوم العمال أو عيد العمال، وهو مناسبة سنوية للاحتفال بهذا العيد، ويعد عطلة رسمية في العديد من دول العالم، ويحدد في الأول من شهر أيار من كل عام، ويعد أيضا من الأيام المهمة في تاريخ العالم، إذ يرمز إلى احترام وتقدير العمال والموظفين في كافة القطاعات، لأن العمل هو الحالة التي تعبر عن مدى جدوى الإنسان في الحياة. ففي العمل تحقيق للذات في المقام الأول، وفي نفس الوقت نفع للوطن. لذا يكرم العمال في هذا اليوم لمساهمتهم الفعالة في نهوض مجتمعهم، فاليد التي لا تعمل لا تستطيع جلب قوت يومها، والعيش في ظل عالم أصبح الحصول فيه على لقمة العيش ليس بالأمر السهل. فاليوم عيد العمال أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة، فالعامل الذي يكد ويتعب طيلة العام بهدف كسب رزقه يستحق كل تقدير واحترام.